صريح ورفض واضح بغلق الأبواب أمام المسؤولين الذين رشحوا أنفسهم مرة أخرى وبدأت دعاياتهم الانتخابية في الأنبار من خلال أعمال تأهيل مزيفة، والأهالي يصفون حالهم بالمثقل بسوء الخدمات وبطالة مئات الشباب وغياب الحلول في تحقيق ما يطمحون إليه بعد عودتهم من تهجير استمر أكثر من 3 أعوام. هسه على اساس فتحوا الشوارع ويشتغلون، عنا الله وكيلك ولا كانوا يشتغلون كلش، هسه قربت الانتخابات سووا انفسهم هسه عينه هم وراهم تلقاهم يركضون ركض على مود الدعايات الانتخابيه وكله على مود مصالحهم الشخصيه. المحافظه بحاجه ماسه الى عمل، المحافظه بحاجه ماسه الى 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 من يتطلع على امور المحافظه، لا نريد دعايات انتخابيه بل نريد عمل. ويتحدث سكان محليون عن مساومة أحد مدراء النواحي للمواطنين بعدم نصب المحولات الكهربائية إلا بعد تسليم البطاقات الانتخابية له. يذكر أن سعر البطاقة الانتخابية في الأنبار وصل ل80 دولار حسب روايات الشهود. كلهم حرامية، شلع قلع، ما حد فاد المحافظة أبد، وتهجيرت العالم وتدمرت الرمادي كلها بسبب المسؤولين، هم دمروا من الرمادي، فذولا ما يصلحون ان واحد ينتخبهم مره ثانيه، لان ماكو خيبه الله عندهم. حراميه بحت، ابد ما انتخب اي واحد. اذا شاب من الرمادي رشح وشريف واصيل انتخبه فقير، ذولا كلهم حراميه ابوه، ما يصلحون للرمادي. 9 مواد مال التبليط، مواصفات دوليه، هاي ماكو سبيس من المقالع وراس خبطان دبان بالشارع. ورا اسبوع ذب لك لتر بنزين وبدر نفيس كله ينحفر، اكو سرقات وكل شيء اكو، هسه عارف بدها تفتر بدها تشتري اصوات. 80 دولار 100 دولار وصلت البطاقه. جميع مدراء الدوائر في المحافظه يستعملون منصبهم الشخصي دعايه انتخابيه لا اكثر ولا اقل، شنو اللي فادونا بالمحافظه؟ شنو اللي قدموه للمحافظه؟ خلال 4 سنوات، ال4 سنوات اللي فاتت على المحافظة ناس تهجرت سكنت بالخيم، ناس قعدت بالهياكل، شنو اللي فادوا المحافظة؟ مدير ناحية في مدينة في محافظة الأنبار بينطي المحولات، يقول أنا ما أقدم المحولات للناحية إلا في سبيل تجيبوا لي البطائق الانتخابية، شنو السبب؟ زيف ووهم من خلال أعمال تأهيل لا تسمن ولا تغني من جوع للدعايات الانتخابية، وسط حالة من الغضب يعيشها سكان المحافظة. من الرمادي مصطفى الحامد، الشرقية نيوز.